مع فقرة حلوة العيد مع إيديال. شاركي معنا الصورة والوصفة ديال حلوة اللي وجدتي لعيد الفطر المبارك باستعمال منتوجات إيديال. إيديال مع كل أمهات للحياة. مرحبا بكل السادة والسيدات اللي كيشاركوا معنا وليس هما كيشاركوا معنا الحلويات ديال العيد. يكفي أنه يكونوا من ضمن مكوناتها منتوجات إيديال اللي كتشاركوا معنا الحلوة ديالكم اللي ضروري أنها كتكون في العيد. وكنعرفوا أنه رمضان قريب يسالي، فبالتالي تحضيرات العيد للفطر إن شاء الله الله يجعله مبارك إن شاء الله على كل المستمعين والمستمعات اللي كيسمعوا لنا والناس اللي كيشاركوا معنا أيضا. ملي كتبعتوا لنا الحلوة ديالكم مرفقة بالمنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها أكيد مع الاسم ديالكم بالكامل ومدينة منين نتوما، حتى حنا كنقول لكم ألف مرحبا لأنكم كتفوزوا معنا بأجهزة إلكترونية منزلية كل نهار كيربح من 2 حتى للسبت خلال شهر رمضان. اليوم بقوا دائما في مدينة الدار البيضاء. نعيمة السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ أمور هانية الحمد لله. لاباس عليك؟ أييه عواش لكم مبروكة بالصحة والسلامة. الله يبارك فيك حبيبه ديالي، حتى هي شرف هذا الشرف ليا. شرف ليا. الله يحفظك الله يحفظك. دونك نعيمة انت صيفطتي لنا البهلة ياك؟ قول لي اشنو المكون اللي درتي فيها، اشنو المكون، اشنو المنتوج اللي استعملتي فيها؟ المنتوج اللي استعملت فيها إيديال. اشنو خمارات إيديال. فوالا اجي ناخذوا المقادير دابا والطريقه ديال التحضير. مرحبا. يلا. عندي صيفط البهله، اسمحي لي حيت اول مره كنشارك في البرنامج. مرحبا 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 مرحبا. حيت كاين بزاف الناس غيكونوا كيتسناو يقيدوا معك المقادير. واخا واخا واخا. صيفط البهله المقادير ديالها. اييه. كيلو كيلو في الدقيق. اييه. نسيطرو الزيت. اييه. زلافه ديال الزنجلان. اييه. واللوز محمر. وزلافة سكر كلاصي. نعم. وربعة الزبدة. وثلاثة الخمارات إيديال. أيه. وزلافة ديال الدقيق من كيلو تفورت كناخدو زلافة ديال الدقيق تنحمروها. أيه. وكنديروها في المقادير. نعم. كنديروها في الخليط. صافي كتجمع كل شيء ولا شنو كدير المراحل ديالك؟ واش بشوية بشوية ولا المراحل؟ كناخذوا قطريات نديروا فيها الزيت. كنديروا فيها الزبده. ايوه. تنديروا الدقيق اللي محمر. واللوز والزنجلان. ايوه. وكنديروا السكر كلاصي. وتنديروا الزبده وكنخلطوها عادي، تنخلطوها كلها تنخلطوها، ولكن ملي كنديروا الدقيق كنحيدوا زلافه من هذاك الدقيق، تنحيدوا ديك الزلافه اللي حمرنا تنقصوها من الدقيق البيض. ايوه. وكنبسبسوها ما تندلكوهاش، غير تنبسبسوها بيدينا. ما تندلكوهاش. غير تنبسبسوها بيدينا وتنجمعوها في القصيه، صافي تنكورها تنديرها في اللاطه. نعم. وداك اللي حمرتي ما كتعاوديش ديري ليها لا داك الدقيق؟ كديري. كتخلطي كتنقصي زلافه ديال الفورص بيض حيت كتحيديها وكتزيدي هذيك اللي حمرتي. فوالا. واللوز والزنجلان كتحمريهم وتهرمشيهم اولا كتحمريهم وتطحنيهم ليهم؟ محمرين. محمرين وطحونين ولا مهرمشين؟ اللوز غير مهرمش والزنجلان طين. فوالا. وصافي وكتخلطيها وكتصيبي بها بحال شكل غريبه ياك؟ غريبه. البهله. نعم. وكتحطيها في الطاوه كتدخلي الفران طيب؟ كتدخلها الفران تتشقق وتتخرجها. الله يعطيك الصحه. صراحه ما عمري سمعت الطريقه ديال انك تحيدي زلافه وتحمريها، صراحه اول مره. تبارك الله عليك. نعيمه هاد الحلوه هذه ضروري تكون عندك في العيد. ضروري تكون عندي في العيد. شكرا لك. ضروري كنصايبها. لا شكر عليها وجبوا لك. المنتوج ديالها هو إيديال. الله يحفظك. دونك اول شيء ثلاثه الخمارات إيديال ضروري تنديرهم. نعم. اول شيء نقول لك الكادو ديالك حتى انت نعيمه اليوم الهديه ديالك فهي عباره عن آلة ديال البانيني بالصحه والراحه. شكرا لك. بزاف شكرا لك بزاف حبيبه ديالي. الله يحفظك ليا. الله يحفظك ليا. شكرا لك. حسن لي الشرف اليوم هضرت معاك. الشرف لي. شحال مره تنصنت البرنامج كيعجبني بزاف. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. وتنتي مرحبا بك دائما. شكرا لك بزاف. وشكر موصول ايضا لكل المستمعين والمستمعات اللي مازال ان شاء الله غدا عاودوا ثاني نشوفوا حلوات العيد اخرى. تبارك الله هاد ملي بدينا وحنا كنشوفوا كل مره حلوه بشكل من الحلويات اللي فعلا كتزين المائده ديال عيد الفطر ان شاء الله اللي يجعله مبارك ان شاء الله على كل المستمعين والمستمعات. يكفي انكم تصيفطوا لنا دائما الصوره ديال الحلوه ديالكم اللي كتحضروا في العيد مرفقه مع المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها من خلال إيديال بالاضافه
الاسم ديالكم بالكامل ومدينه منين نتوما وكترسلوا لنا هادشي علاش على رقم الواتساب اللي هو 07-02-40-40. واكيد مرحبا دائما بالفوز ديالكم بهذه اللي عباره عن اجهزه الكترونيه منزليه بالصحه والراحه. وشكرا لكم كاملين. وانتي وجدتي شي حلوه للعيد ولا مازال؟ شاركي معنا الصوره والوصفه ديال الحلوه اللي وجدتي لعيد الفطر المبارك باستعمال منتوجات ايديال اللي كتهدي كل يوم اجهزه الكترونيه رائعه. ايديال مع كل امهات للحياه.